أمولة، إيش حالها اليوم بنتي الحلوة؟ ها؟ أدريبتها أدريبتها. بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. همي وي وي وي، انتي وعانة وعانة شوي. بطالع منو مطرش مسج. بسم الله، شوي شوي. ها ها ها، ندوج ندوج ندوج. وينه هذه امك هني؟ هي هي تنشد عنك توها بالرساله. نحن قبل يا مايا ما عندنا هالسوالف. امي امي تعال تعال تعال. اقول لك اموله، مايا رحمت الله عليها قبل يوم عندها شيء اخبار طرشني عند الايران. ودي هاي عند خالتك ان شاء الله. يما يلا حين يلسينا وخليني اخبرك بالقصه كلها. يا مايا هذا كله استوى قبل الاتحاد. بابا شو ياش يستوي؟ هذا يا بنتي اليوم الامارات اتحدت. الاتحاد مو بس جمع اراضينا، لا، الاتحاد وحد اهدافنا واحلامنا وخلانا كلنا نستوي عائله واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الطلاب. حتى اخويا الله يذكره بالخير ويحفظه كان يسهر ويجتهد ليل ونهار عشان بس يعلم اجيال في صناعه المستقبل. شوف يا حبيبي، نحن يدك تعب وبنى هذه البلاد، ويدك الله يحفظه ويطول في عمره. كان معماري مو بشويه، فنان، وكان طموح انه يعمر ويبني، والحمد لله سوى اللي هو يبغى. والحين لو تشوفين البلاد هذه نصها كلها مال يدك. ويدك يا مايا كان حلمها تستوي دكتورة، بس للأسف يا أمي ما قدرت أحقق الحلم، لكن حققته وزرعته في بنتي. لكني ما خليتها روحها، ساندتها ودعمتها مع تطور بلادنا واهتمامها بشعبها. أمك يا مايا اليوم قدرت تستوي دكتورة ناجحة، وتشارك بأبحاثها العلمية في مواجهة أصعب الحالات. وخالتك يا مايا كانت عنده طيارة، وكان يحلم أن يطير وياها فوق، لكن اللهم لك الحمد تحقق هالحلم. هي نعم يا مايا، لين ما شارك في بناء المسمار. صدقتي أمي، أنا عندي إحساس ومتأكد أن كلنا بنثبت بصمتنا على أرضنا الطيبة، ومثل ما نحن تورثنا من أجدادنا بنورث كل شيء للأجيال القادمة بإذن الله تعالى. وادم لعوزني هلا والله لعوزني. والحين عادة ندوك أول شيء هاي بنتك، هذا وقتكم أنكم تكملون المسيرة، وأنتي بعد يا حلوة أنتي وأحفادي كلكم بتكملون المسيرة هذه. هذا هو ماضينا. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشتي لشعب دينه الإسلام، هديه القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن.